السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة وصفات لكم. أتمنى أن تكونوا في تمام الصحة والعافية يا رب. اليوم إن شاء الله سأقدم لكم وصفة هي ناجحة بإذن الله 100% لمشكل يعاني منه الكثير نساء ورجالا، أيضا بالنسبة لمشكل انتفاخ تحت العينين أو التجاعيد التي تكون حول العينين حتى للهالات السوداء، فهي تعالج مشكل الهالات السوداء. هذه الوصفة تصلح للاستعمال كذلك على الوجه بالكامل. بالنسبة لماسك اليوم هو قوي جدا على هذه المشاكل، يعالج الهالات السوداء، الانتفاخ، كذلك التجاعيد. ومن أسباب هذه المشاكل، هناك أسباب يجب تجنبها حتى لا تظهر عندنا هذه المشاكل وتكثر. وأول سبب هو عدم الانتظام في النوم، أي السهر لفترات طويلة جدا وقلة النوم. يجب دائما النوم في وقت مبكر ومنتظم، من الأحسن النوم بعد صلاة العشاء تقريبا مباشرة، والاستيقاظ أيضا في وقت مبكر. أيضا القلق يسبب أيضا هذا المشكل، نحاول تجنب القلق قدر الإمكان. أيضا من الأسباب نجد استعمال الأجهزة الإلكترونية بكثرة، مثل جهاز الهاتف أو اللابتوب، أي الأجهزة التي فيها الضوء القوي خاصة في الليل. يجب دائما محاولة استعمال هذه الأجهزة لوقت قصير فقط، أي يجب أن نقلل من استعمالها. ومن الأحسن كذلك تصفح الأجهزة أو المواقع والأشياء الأخرى في النهار يكون أحسن، وليس لفترات طويلة. أيضا إذا كانت لديكم هناك حساسية في العينين أو مرض في العينين، يمكن أيضا أن يؤدي إلى انتفاخ في العينين أو تورمهما وظهور هالات سوداء عليها. بعد هذا الانتفاخ، بعدما يزول، سوف تلاحظون دائرة العينين أصبحت مجعدة، لذلك يجب العلاج إذا كانت هناك حساسية. وأيضا نصيحة أخرى أقدمها، وهي شرب الماء بكثرة، يساعد كثير في التقليل من التجاعيد حول العينين أو الوجه عامة، مع استعمال كذلك هذه الخلطات أو الماسكات التي سوف أقدمها، سوف يختفي هذا المشكل في وقت سريع جدا. فضروري هنا أن أتكلم عن هذه النقاط لأنها مهمة جدا، وهناك من لا يعرف هذه الأسباب، لذا تطرقنا في هذا الفيديو، أي فيديو اليوم، وأردت أن أقدم لكم الأسباب لكي تتعرفوا عليها وتتجنبوها. إذن كما قلت، سنقوم باستعمال هذا الماسك أو هذا المساج، فهو عبارة عن مرطب للبشرة يساعد كثيرا في التخلص من هذا المشكل، وطريقة استعماله مهمة جدا. لذا حبيباتي يجب متابعة هذا الفيديو للأخير حتى تنجح معنا الوصفة. إذن قبل بدء هذه الوصفة، أتمنى منكم حبيباتي أن تدعموني، وذلك بالضغط على زر لايك إذا أعجبكم هذا الفيديو. أما إذا كنتم من الزوار الجدد، فأهلا وسهلا بكم في قناة وصفات لكم، يسعدني انضمامكم، وذلك بالضغط على زر اشتراك أو سبسكرايب، كذلك تفعيل الجرس حتى تتوصلوا بكل الخلطات والوصفات التي أقوم بتنزيلها يوميا. إذن على بركة الله لنبدأ في الخطوة الأولى. فالوصفة هي عبارة عن خطوتين. نبدأ بأول خطوة أنصح بها الناس الذين يعانون من الانتفاخ، يعني نحتاج فيها إلى أول شيء، سنحتاج هنا إلى الحليب السائل الكامل الدسم. هنا ضروري أن يكون الحليب بارد جدا. نأخذ هنا كمية بهذا الشكل من الحليب البارد، ضروري هنا أن يكون الحليب بارد جدا، لأن هذه البرودة تعالج الانتفاخ وكذلك الهالات السوداء، بالإضافة إلى أن الحليب هنا سوف يزيل الانتفاخ وكذلك السواد أو الهالات السوداء، ويرطب البشرة، بالخصوص البشرة التي تكون رقيقة مثل التي توجد تحت العينين. ثم بعد ذلك نأخذ قطعة من القطن أو نأخذ منديل بهذا الشكل، نقوم بغمره وتبليله،
أي بغمسه في الحليب، ثم نطبقه يعني تحت العينين بهذه الطريقة مع الطبطبة، يعني حتى تتشرب لنا البشرة الحليب البارد، فالبرودة هنا تعالج الانتفاخ. كذلك نترك الحليب تقريبا أو قطعة من القطن أو كما قلت منديل تقريبا لمدة من 5 إلى 10 دقائق حتى تتشربه البشرة. بعدها سوف تلاحظون أن القطن أو المنديل بدأ يصبح دافئ، ثم نعيد مرة أخرى تبليله أيضا، أي مرة ثانية، ونعيد وضعه مع الطبطبة الخفيفة تحت العينين، أي منطقة الهالات السوداء والانتفاخ. نترك تقريبا كما قلت من 5 إلى 10 دقائق. بعد ذلك نزيله ونقوم بغسل البشرة بالماء البارد. بعد ذلك سوف نمر للماسك الذي سوف يساعدنا على إزالة الهالات السوداء بامتياز. بعد ذلك حبيباتي سوف نمر للخطوة الثانية، وهي مرحلة عمل الماسك أو المرطب تحت العينين. سوف نحتاج فيها إلى مكون رئيسي مهم جدا، وهو زيت جونسون للأطفال. هذا الزيت المرطب والرائع جدا، فهو خفيف على البشرة، يمنح البشرة الرطوبة وتمتصه البشرة بسرعة وبسهولة، يعالج حتى اسمرار البشرة والتجاعيد. لكننا هنا لن نستعمله لوحده، بل سوف نضيف معه بعض الإضافات حتى يصبح مفعوله أقوى. نضيف معه مكونات رائعة تزيل الهالات السوداء تحت العينين وكذلك التجاعيد. إذا نأخذ إناء بهذا الشكل، سوف نضيف هنا تقريبا ما يعادل من زيت جونسون الأطفال، تقريبا مقدار ملعقتين بهذا الشكل كما تلاحظون، فهو زيت كما قلت رائع جدا. كما قلت سوف نضيف إليه مكونات أخرى، سوف نضيف هنا جيل الألويفيرا أو جيل الصبار، يمكنكم كذلك استخدام حتى جيل الألويفيرا الذي يكون على شكل نبتة، فهو أحسن وأفضل. أما إذا كنتم لا تتوفرون عليه يمكنكم استعمال جيل الصبار الجاهز. نستعمل هنا أو سوف نضيف تقريبا كما تلاحظون هنا مقدار ملعقة من جيل الصبار بهذا الشكل لزيت جونسون الأطفال، ثم نبدأ في دمج هذه العناصر جيدا. بعد ذلك سوف نضيف مكون ثالث، وهو أيضا رائع جدا لإزالة التجاعيد تحت العينين وعلى البشرة بأكملها. سوف نضيف هنا بضع قطرات من زيت اللوز الحلو، هنا ضروري استعمال زيت اللوز الحلو ليس زيت اللوز المر. نضيف هنا بضع قطرات بهذا الشكل ونبدأ في دمج العناصر حتى نتحصل على كريمة متجانسة، أي حتى تتجانس لنا هنا المكونات مع بعضها البعض. هذا الماسك أو هذا الكريم من الأحسن استعماله أو تطبيقه في الليل، نأخذ منه القليل نضعه على البشرة النظيفة، يعني بعدما قمنا بوضع الحليب البارد نزيله، ثم نقوم بوضع هذا الزيت، نقوم بدهن تحت منطقة العينين أو على كامل بشرة الوجه بحركات دائرية حتى تتغلغل لنا هذه الوصفة في البشرة جيدا. نقوم بعمل حركات بهذا الشكل حتى نزيل كل الخطوط والتجاعيد التي تكون تحت العينين، وكذلك حتى تتشربها لنا البشرة لكي تزيل لنا الهالات السوداء. نقوم بعمل حركات بهذا الشكل، أي نقوم بعمل مساج خفيف تحت منطقة العينين هكذا بحركات دائرية. كما قلت يمكنكم وضع هذا الكريم أو هذا الماسك على كامل الوجه، لأنه يعمل على إزالة التصبغات، التجاعيد، البقع الداكنة، كل المشاكل التي تعاني منها البشرة.
كذلك يمكنكم وضعها على الرقبة فهي تزيل كل التجاعيد. بالنسبة لطريقة الاستعمال، كما قلت على بشرة نظيفة ضروري أن نطبق هذه الخلطة على بشرة نظيفة. يمكنكم تركها لليلة كاملة، أي حتى الصباح تقومون بغسل الوجه بالماء البارد. هنا عندما تضعون هذه الوصفة فضروري في الصباح عمل واقي شمس حتى لا تتضرر البشرة من أشعة الشمس. إذن حبيباتي، كانت هذه هي وصفتنا لليوم. أتمنى أن أكون قد أفدتكم بها، وأتمنى أن تجربوها. وإذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا وضع لايك لتشجيعي على إعطائكم المزيد من الوصفات والخلطات. أما إذا كنتم من الزوار الجدد فأهلا وسهلا بكم في قناة وصفات لكم. يسعدني انضمامكم إلى القناة، وأتمنى أن أكون دائما عند حسن ظنكم. وإذا كان لديكم أي سؤال أو طلب عن أي وصفة معينة فلا تترددوا، اتركوا لي في صندوق التعليقات، إن شاء الله سوف ألبي طلبكم وسوف أجيبكم بكل سرور. إلى هنا نكون قد انتهينا من فيديو اليوم، نلتقي إن شاء الله في فيديو جديد مع وصفة جديدة، ودمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.